وصلت الحوثيين لاعتصاماتهم المسلحة في مداخل العاصمة. حشود ضخمة مناوئة لجماعة الحوثي في مدن تعز وإبن والحديدة رفعت شعارات تنادي بالاصطفاف الوطني. مسيرة تعز هذه جابت شوارعها وكان صوتها محاولة لإعادة التوازن إلى الحياة السياسية في البلاد مقابل احتشاد أنصار جماعة الحوثي في صنعاء للمطالبة بإقالة الحكومة. حشد مقابل حشد واصطفاف مقابل اصطفاف في انتظار أن تقول السياسة كلمتها. لديهم طموح سياسي الحوثيين في الفترة المقبلة، هم يريدون أن يكونوا جزء من المشهد السياسي وأيضا جزء من عملية التأثير في صنع القرار داخل البلاد. هذه المظاهر المسلحة جعلت السلطات تتهم الحوثيين بمحاولة إثارة الفوضى وتهديد العاصمة. ليس الهدف لا احتلال صنعاء ولا الهدف ابتلاع صنعاء، الهدف هو الضغط لإسقاط الجرعة، الضغط أيضا لإسقاط الحكومة. لماذا إذن تتسلح التجمعات الاحتجاجية بينما يفترض أن تكون سلمية؟ يتساءل مناهض الجماعة فلا يعدم زعيمها الرد. إذا استهدفوا عسكريا هذا التحرك السلمي فسيندمون ولن نقف مكتوف الأيدي. الرئيس اليمني من ناحيته اجتمع بالمجلس الوطني للدفاع، وهو المجلس الذي لا ينعقد إلا عندما تلوح نذر حرب في البلاد، ولعل إعلان الجاهزية القتالية في صفوف الجيش قد يجعل المشهد أكثر تعقيدا. نشد على أيديكم ونأكد لكم ضرورة رفع جاهزيتكم القتالية وأن تظلوا على يقظة دائمة وبمعنويات مرتفعة. ولهذا تخيم المخاوف على الشارع اليمني بعد أن ساد الاعتقاد بأن اتفاقية المبادرة الخليجية قد أغلقت ملف الصراعات دون رجعة. احتمال انزلاق اليمن إلى صراع طائفي هو أخطر ما يهدده اليوم، ويبدو أن تداعيات ذلك ستؤثر سلبا على موازين القوى في داخل البلاد وخارجها. حمد البكاري، الجزيرة، صنعاء. هذا وقد قال الناطق الرسمي لجماعة الحوثي محمد عبد السلام إن زعيم الجماعة أكد للجنة الحكومية التي